خلونا برضو نرجع نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه صباح الخير. صباح النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيك؟ معلش محتاج الاسم. من غير الاسم؟ حاضر. كم سنه؟ 28. طب اتفضل تحت امرك. معلش هو بس الموضوع معقد شويه فايه انا هقولك من الاول. تمام اتفضل. دلوقتي كان في انسانه تمام ارتبطنا وكان من الكلام ده من 5 سنين. كنا اصدقاء عادي خالص وبعدين هي ابتدت ان هي تبقى في مشاعر. انا كنت بصراحه في الاول عادي. وارتبطنا فتره مش كبيره برضو اللي هي 4-5 شهور. بعدين انا ابتديت احس ان انا كده بضحك على نفسي برضو. انا يعني انا كنت حابب اتكلم معاها تمام وحابب ان انا عارف الانسانه دي وفي بينا صحوبيه وتاخد رايي وباخد رايها بس ما كانش فيه المشاعر اللي هي تخليني اقدر اكمل. بس قلت لها وصلت لها الموضوع وقلت لها انت في اي وقت لو احتجتيني هتلاقيني موجود. وبرضو يعني ما حاولتش ان انا اكون كسرت قلبها او جرحتها مع ان انا في الاول بصراحه انا كده جرحت قلبها وظلمتها. المهم فضلت عايش بذنبها 4 سنين ولا عارف احب غيرها ولا عارف افكر غير فيها وحاسس ان انا ظلمتها. وابتديت يعني لما بفكر بالراحه والعقل والواحد لما بيكبر بيلاقي ان الانسانه دي هي اللي كانت هتصونه هي اللي هتريحه وهي اللي تخلي مرتاح في حياته. فقررت ان انا من سنه كده ارجع اكلمها. اتكلمنا وحصل ان احنا رجعنا لبعض. هي ما كانتش ارتبطت وحصل ان احنا رجعنا لبعض وقعدنا مع بعض فتره. بعدين حسيت منها ان هي ابتدت تتغير. قعدنا مع بعض فتره برده مش كبيره 4 شهور. حسيت من حيث ان هي ابتدت تتغير من غير اي اسباب. يعني انا يعني المره دي بقى هي اللي بتتغير مش انت اللي بتبعد. تمام. انا بصراحه كنت راجع يعني عايز اعوضها عن كل الالم اللي انا سببته لها لان انا فعلا كنت سببت لها الم. انا بعترف بيه. وانا كنت راجع بنيتي ان انا اعوضها عن كل ده وفعلا كنت يعني بعمل اكتر من اللي اقدر عليه علشان هي تكون مبسوطه ومرتاحه ومطمنه لان هي في الاول برضه ما كانتش مطمنه. انت كنا مع بعض وانت سبتني. المهم ابتدت هي تتغير من غير اي مبررات وانا احاول مره واثنين وثلاثه و10 يا بنتي مالك طيب انا زعلتك في حاجه طب في حاجه انت خايفه منها يمين شمال بكل الطرق هي برضه مش عايزه تتكلم. فقعدنا في الحال ده شهر مفيش بينا مش عارفين نتكلم مع بعض مش عارفين نتفاهم ما بنتقابلش. المهم فهي وصلت ان هي كلمتني في يوم قالت لي انا مش مرتاحه وانا حاسه ان انا مش قادره اكمل. طبعا موضوع زي ده كان بالنسبه لي صدمه لان انا كنت ابتديت بجد احبها وابتديت اتعلق بيها بجد. ابتديت يعني انا حسيت ان انا بتترد لي اللي انا عملته قبل كده. كل اللي قلت لها ده طبعا قرارك وانا مش هقدر اجبرك على حاجه وربنا يوفقك ويسعدك وبرده في اي وقت لو احتجتيني في اي حاجه انا عيني ليك. وانا كنت المره دي بقول الكلمتين دول انا من جوايا بتقطع بجد. اول مره في حياتي يعني انا 28 سنه ما عرفت بنات كتير بس عمري ما حبيت. يعني حسيت المره دي انك بتحبها بجد؟ مش مجرد علاقه وصعبانه عليك يعني؟ لا 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 خالص. كنت عايز ان هي دي الانسانه اللي انا اكمل معاها. هكمل حضرتك الكلام ده من سنه. من كام شهر هي اتخطبت تمام؟ يعني بعد ما احنا ما حصلش نصيب بينا 6 شهور مثلا اتخطبت. المهم رجعنا لقيتها من كام شهر كده قصاد بتكلمني. بحكم ان احنا يعني شغلنا في مكان واحد مع بعض بس ما كناش بنحتك ببعض الفترة كلها السنه دي. فكلمتني في يوم وانا اتكلمت معاها ولقيت ان الكلام اخدنا برضو لسكه ان احنا بنرجع لبعض. وهي مخطوبه؟ لا هي كان في بينها مشاكل هي وخطيبها وكان الموضوع بينهي في اخره يعني. هي كان من قبل ما هي تتكلم معايا كان الموضوع بالنسبه لها منتهي يعني. وكانت حاولت توصله لخطيبها بس يعني هو برضو كان متعشم فيها ان هي تكمل. انا في حاجه صح نسيت اقولها لحضرتك معلش. انا في الفتره دي انا خطبت تمام. خطبت واحده هي خطوبه صالونات عادي خالص مفيش اي مشاعر بس ما كملتش بصراحه ما قدرتش اكمل لان انا كنت ببقى وقعدتي مع واحده وبقلبي مع واحده ثانيه وعقلي مع واحده ثانيه خالص. فانا بيني وبين نفسي قررت ان انا ابعد وفركشت خطوبتي. طب دلوقتي الوضع ايه؟ انتوا في الحاله شكلها ايه دلوقتي؟ دلوقتي العلاقه بينا ان احنا رجعنا لبعض وهي اعترفت ان هي كانت
واثبتت لي بحاجات كثيره جدا او بينت لي بحاجات كثيره جدا ان هي بتحبني, بتحبني حب جامد وانا بحبها نفس الحب. احنا رجعنا لبعض تمام, دلوقتي رجعنا لمرحله ان هي ابتدت تتغير تاني. صغير لي زهق ملل, ممكن يكون هي عندها شويه مشاكل ضغطها, انا برضه عذرها في دي, ممكن يكون عندها شويه مشاكل في حياتها في كده يعني. حاجات زمان زمان سوري معلش, زمان انت لما كنت حاسس انك بتجاملها يعني او مضطر تتحملها وصعبانة عليك كانت هي اللي بتجري وراك مش كده؟ طب انت عارف ايه الحكايه بالظبط؟ ببساطه يعني هقول لك الامر بمنتهى البساطه, انتوا العلاقه اللي ما بينكم علاقه شد وجذب. انت لما كنت بعيد هي كانت ملهوفه عليك, لما فكرت تقرب وصعبت عليك وحبيت ترجعها وتطبطب عليها سوري في الكلمة اتنعرت عليك شوية, اتعوجت عليك حبة, حست باطمئنان, فلما سبتوا بعض ندمت, رجعت تاني. لما رجعت تاني حضرتك ملهوف عليها وبتحبها قوي بجد, فالحب الزيادة ده واللهفة الزيادة دي هي مش عايزاها. في ناس كده لو ما تعذبتش في الحب واتلهفت في الحب واتقطعت واتبهدلت ما تستمتعش بالحب. الحب بالنسبة لها مغامرة وشد وجذب وخوف ورعب وقلق. انت لما كنت معيشها في خوف ورعب وقلق كانت الامور تمام, انما لما حست ان الامور بقت زي الفل وما فيش اي مشاكل خلاص الموضوع بقى بارد مالوش طعم. فأي مشكلة صغيرة تطلع لك بيها تقول لك عندي مشكلة, زهقانة متضايقة معوجة, نصيحتي لو بتحب البنت دي وعايزها تفضل معاك عاملها بطريقة تانية مختلفة تماما. على فكرة مش كل الناس يجب أن تعامل بنفس الطريقة, يعني في قواعد كده ABC, إنما في ناس لازم نزود في الإيه ونخف في البي ونتقل في السي, وناس لازم نزود في البي ونلغي السي, يعني كل واحد ولي ملكة زي ما بيقولوا, دي ملكتها كده زي ما بقولك اتقل عليها شوية.